بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سميع يا عليم. الآية 36 وزاد وغلط في الأوهام. وما أظن الساعة قائمة، يعني والله يكفر بالساعة، لأن من نوع اللي ما يمنش بما حساب، ادخل باقي ورا، اكذب باقي راك مش تبعد لك تبعد، ولهذا لا تحاسب على ما تقول ولا تفعل. وتنويه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن أن يعني ما أظن الأولى، وما أظن الساعة قائمة، يعني يكفر بعنصر كبير في علاقتنا مع الرحمن الرحيم، علاقتنا كون هو الله الخالق الأوحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ويزمك تمن بعد ذلك بكونه يوم الحساب لابد منه ولا مفر منه، لأنه أردتها مش يكون على الظالمين ثقيل. يوم المظلوم على الظالم أكبر من يوم الظالم الذي مضى على المظلوم، لأنه نصر الله سيري أن الله لم يضيع حقه ولم ينسى أن يحاسب عدوه الذي أساء له أيما إساء. وإحنا أسيء لنا من يوم الفتنة إلى الآن، أسيء لنا لأن ولات الناس عموما من جهلية تعتبرنا نحن أخوانجية، وقت الأخوة ما هيش لعب، الأخوة قوة، الأخوة حسن الصحبة، الأخوة يعني شكون منكم قاعد عنده أخوة صحيحة، الرلاسيون فريرو ولا صرورو فراترنال، انتم عندكم أخوة منتجة، أخوة إيجابية، خلي عليك كلكم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بنو صغيرين النوع على الإخوة. دولتنا دولة دينية، واللي يربط بيناتنا هو الجولفية، جودياسيتي دو ليتا. لا هذا ماشي في بالك وتو راكب نقضيو عليكم، هل انتم كنتم من الظالمين قمة الظلم المبين، واحنا اول هدامين لمشروعكم الشيطاني الذي لا خير فيه ابدا. والسلام علينا أهل محمد عليه الصلاة والسلام.